هذا المعرض معرض طريق الخلاص في وجود نيافة الوتران النيافة في الكنيسة الأسقفية وكل الأرباح الموجودين والدكتور فريد فاضل و11 فنان من كل الكنائس مثلوا بطرق متنوعة بخامات متنوعة وألوان متنوعة مشاهد جميلة جدا من الكتاب المقدس كلها تدور في طريق الخلاص. والحقيقة شيء ممتع جدا الواحد يزور المعرض ده ويتمتع وفي حالة الهدوء المعرض ده هيستمر لحد يوم 8 مايو لغاية يوم 8 مايو هيبقى فرصة جدا ان كل واحد يزوره بهدوء كده ويقف قدام كل لوحة او كل عمل فني ويتأمل فيه وبالتأكيد احد الاعمال اكثر تلمس قلبه ويشعر كده بأهمية طريق الخطاء والخلاص والخلاص اللي قدمه السيد المسيح على الصليب. انا بزور اي كنيسة واتقابل فيها ويا المسيح فقط وبالتالي انا سعيد في كل زيارة يعني في اي مكان واي كنيسة وبشعر ان في الاساس الوحدة ده الاساس بس يعني في شوية حاجات كده معوقات عبر التاريخ عملت شوية معطلات لكن بنعمة المسيح كله يعني. قداستك احنا دايما بنصلي من اجل الوحدة النهارده احنا بنخطو اول خطوة بشكل الوحدة الحقيقي؟ لا بندوق طعم الوحدة الحقيقي. علامة من علامات الرغبة في الوحدة شايفها فكر منفتح زيارة قداسة البابا تدروس النهارده للكنيسة الأسقفية في مقرها في الزمالك لمعرض بتقيمه الكنيسة الأسقفية لمجموعة من الفنانين بغض النظر عن المذهب بغض النظر عن الطائفة. قداسة البابا النهارده رسالته تحمل معاني كتيرة قوي في هذه الزيارة اللي قام بيها. وطبعا أنا كأمين عام مجلس كنائس مصر قد إيه فرحان إن ده تدعيم لعمل المجلس اللي بيبغي الوحدة بيبغي اتحاد الكنائس معا في إيمان واحد وفي محبة واحدة.